ميكرو فريد يقول مثال مع انفاس. كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس وبكل تواضع على واحد المثال شعبي قح اللي هو اللي فرط اشنو كيدير. الا بغيتوا تعرفوا اشنو كيدير خليكم معنا بكل تواضع. غنعطيك نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. مرحبا. اللي فرط هو سيدي قالوا لنا الزمان اللي فرط يكرط. كرط دابا انت مفرط ولا مكرط؟ واه الساعة باقي ما كرطناش. ما مكرطتش باقي. مازال. ولما تقول راك فرطتي وكرطتي؟ ايوا بزاف الامور. لمن؟ مفتوحة. لمن؟ اش غنقول؟ الصديق لواحد الصديق ديالي. بدون ذكر الاسم ديالي. تقول لي راك فرطتي؟ فرط بزاف. ولا كرط؟ ولا باقي ما كرطش. هو فرط. مازال ما وصلش. تكراط باقي ما وصلش. بكل تواضع. بكل تواضع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعطي خويا نص مثل مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. اللي فرط؟ كرط. كرط. ولما تقول راك فرطتي؟ في مرتي وفي ولادي ملي ديتهم لاوروبا ولعبت فيا مرتي وقولبتني وتزوجت بطالياني وكركبتني وخلاتني بالوراق وانا كنعس دابا في الزنقه وكناكل من الزباله. ولي فرطت كما قلتي كرت وكندعي الله لما نقدرش ندعي انا للمخزن واخا هي دعاتني تماك في ايطاليا للمخزن والبوليس والكارابينيري وانا دعيت الله وهذا النداء ثاني كنوجهه لولادي الا شافوا شي يتصلوا بيا باغي ندير عمليه جراحيه لك ربع فهاد الشهر اللي غادي يجي ما جاوش راه مولا عيطوا ما عيطوش عليا انا باغي نموت كاع حسن ليا. لا لا استغفر الله وربي كبير وكنتمنوا هذا الميساج ديالك يوصل لوليداتك وكنتمنوا الله ياخذ الحق في الظالم. تحياتي. اللي فرط يمشي كرط صافي. عاد من؟ يمشي كرط عاد الحجام لعدو شي لحيه حيدها. باش بطوندوز ولا بزيزوار؟ ديك الساعه عند الحجام بغا يحيد لي ديك اللحيه حيدها لي بزيزوار ديال نص زيزوار ديال 10 دريال، زيزوار داير درهم غيحيد لي النص ب 10 دريال. بكل تواضع انت مفرط؟ حنت هو فرط ما تهلاش في راسه من جات كورونا لقاتو مسالي مقريبي ما عنده باش يلاقيها. دابا انت واش مفرط ولا مكرط؟ وانا شويه كتبان لي مكرط. انا مكرط ومفرط زوجهم. ولما غتقول راك فرطتي وكرطتي؟ ونقول للاخرين خاصهم يعيقوا تا هما. لا شي واحد قريب لك. من العائله ولا. واه طالله. لما تقول لي. اللي سمعني راه عارف اش كاين. لما حدا راسه راه غادي يمشي راه يهزوا الماء ويضربوا الضو. تا من العائله ديالو وحدي راسك راه غيضربوك الماء ويهزك الضو. اختي غنعطيك نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل النص الاخر. اللي فرط؟ يكرط. يكرط. اش كاين هذا المثال هذا؟ اللي فرط كرط. يجمع ويطوي. يجمع ويطوي الحوايج. الحمام حل يمشي للحمام. يتنظم يمشي للحمام ويدير نظام ماشي يدير نظام الاخرين حتى هما باش يتحمحموا. وهذاك الشيء صافي غادي سير هكاك زوين. بكل تواضع. بكل تواضع واحترام. ولما تقول لي راك فرطتي وكرطتي؟ المجتمع كاع الناس كاملين المجتمع كاع فرطوا وكرطوا. فرطوا وكرطوا بكل تواضع. نظافه من الايمان. تحياتي. اللي فرط يكرط. لما تقول لا فرطتي كرطتي؟ شوف اللي فرط غنقول اولا حنا كمسلمين المسلمين فرطوا في الاخلاق الدينيه، فرطوا في القيم الدينيه، فرطوا في بزاف ديال الحوايج. المسؤولين فرطوا في هذا الشعب هذا اللي صابر مسكين صابر بزاف صراحه بزاف ديال القطاعات. في انتظار ان شاء الله نشوفوا هاد الحكومه الجديده تعطي المفعول ديالها نتمناو من الله عز وجل. اللي فرط كذلك التفريط في راه قلت فاش كنقول الاعمال فاش كنقول القيم الدينيه والامور الدينيه راه في الصلاه العباده بزاف ديال الامور. ولذلك انا الميساج ديالي اللي فرط اسيدي هي راه يكرط ولكن امتى غادي يكرط؟ الى مات ومات ما مأديش الواجبات ديالو مع الله ومات ما مديرش بزاف الامور. وحنا غنفرطوا حنا دابا حنا مكرطين المجتمع ديالنا مكرط. يكفر اللي فرط يكرط ياك. دابا انت واش اسمح لي دابا انت مفرط ولا مكرط؟ انا مفرط في شي حوايج الله يسمح لينا.